بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كل كلمة في القرآن فيها معجزة، هذه الحقيقة التي أود أن أوصلها لكم من خلال تدبرنا لآية كريمة ومهمة جدا، والكثير يغفل عنها والكثير لا يلتفت لها والكثير لا يأبه لها أصلا، ونمارس حياتنا سبحان الله وكأن الله تعالى الله عن ذلك، وكأن الله في حياتنا شيء ثانوي ليس له أي قيمة أو أي غير مهم بالنسبة لكثير من الناس. للأسف مديرك في العمل إذا أمرك بشيء، وبخاصة إذا كان لك مصلحة معه، الحقيقة يستحيل أن تخالف هذا الأمر. إذا أعطاك تعاليم معينة تحاول قدر الإمكان أن تلتزم بها لتظهر طاعتك له. طيب، الذي خلقك ورزقك أعطاك السمع والبصر، نعمة البصر كم تساوي؟ أمرك فقط لمصلحتك أن تطبق هذا الأمر لصيانة هذا البصر. العين هذه التي خلقها الله، هذه الأعين لا يستطيع أحد أن يصنع مثلها. كل علماء الدنيا لا يستطيعون أن يعوضوا إنسانا فقد بصره مثلا، أن يصنعوا له عينا جديدة. الله أعطاك هاتين العينين دون مقابل، ولكن قال لك، أمرك أن تغض من بصرك عما حرم الله لمصلحتك أنت. هو لا يستفيد شيئا عز وجل، هو الغني، هو غني عن العالمين. اليوم أيها الأحبة نحب أن نتدبر هذه الآية، ولكن كلمة كلمة، لنكتشف أن في كل كلمة حكمة وعبرة وموعظة، وأن أي كلمة من كلمات هذه الآية لا يمكن إبدالها بكلمة أخرى، وكل كلمة لها معنى وثقل. هذه الآية تقول لي ولك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سنتأمل كلمة كلمة، لماذا قال الله قل؟ يعني كان ممكن أن يقول يا أيها الذين آمنوا غضوا من أبصاركم وانتهت القصة، لماذا قال قل؟ لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه واسطة بيننا وبين الله، أو كأنه هو الذي يبلغنا؟ يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. طب لماذا بدأت الآية بكلمة قل؟ اليوم أيها الأحبة نريد أن نتدبر، نتعمق. الحياة قصيرة جدا على فكرة، فلا تستعجل أخي الحبيب، الموت قريب، الأجل قريب، لذلك اهدأ وتأمل معي هذه الكلمات وسوف تنتفع بها يوم لقاء الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ من لا يتدبر القرآن مقفل القلب. هل تحب أن يكون قلبك مقفلا أمام ذكر الله؟
القلب الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثلهما كمثل الحي والميت. البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فيجب أخي الحبيب أن ترقق قلبك، أن تتدبر وتتأمل لتكتشف أنك على حق، ولتستيقن أن هذا القرآن كتاب عظيم. قل يا محمد، لماذا بدأت الآية بكلمة قل؟ لأن أيها الأحبة، أولا لتستحضر هذا النبي الكريم وكأنه هو الذي يخبرك بهذه الآية. قل لهم يا محمد، تتذكر هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وكأنه هو الذي يأمرك أن تغض بصرك فتستحي منه. قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب قد يقول قائل، يستحيل اليوم أن أغض بصري أو صعب جدا. لذلك الله بدأ هذه الآية بكلمة قل ليذكرك أن هناك إنسان هو النبي عليه الصلاة والسلام، طبق هذه الآية بنسبة 100%. إذن الأمر ليس مستحيلا، تستطيع أن تغض بصرك بنسبة 100% كما طبق هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر أبدا إلى ما حرم الله، والأحاديث واضحة في هذا المجال، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له، لم تخرج من فمه كلمة تغضب الله. كل كلمة خرجت من فمه عليه الصلاة والسلام تتفق مع القرآن الكريم بنسبة 100% أيضا، وهذه أحاديث كلها صحيحة. طيب قل، أنا إذن أتذكر أن هناك نبيا يأمرني أن أغض بصري. من رحمة هذا النبي بي أنه يريد لي الخير. غض البصر عندما أتذكر أن النبي وكأنه هو الذي يكلمني، إذن النبي لا ينطق عن الهوى، والنبي لا يمكن أن يعطيني معلومة خاطئة، وبالتالي لابد أن يكون هناك فوائد لغض البصر. وبالفعل أثبت العلم الحديث أن غض البصر عما حرم الله فيه فوائد كثيرة للدماغ، لأن الإنسان عندما ينظر إلى المرأة الفاتنة والمرأة المتبرجة والمقاطع الإباحية وغير ذلك، فإن هذا العمل يدمر أجزاء مهمة من منطقة الناصية المسؤولة عن اتخاذ القرار، ويشوش عمل الدماغ، وله آثار كثيرة، يؤثر على الذاكرة وعلى القدرة على اتخاذ القرار السليم، له آثار كثيرة جدا سيئة. إذن هذا النبي لا يأمرني إلا بخير، فمن الضروري أن تبدأ الآية بكلمة قل لأتذكر هذا النبي الكريم. هناك آيات لم تبدأ بقل، كانت قوية وآيات مباشرة، يعني مثلا ولا تجسسوا، أمر خطير، يعني يريد أن ينبهك لأمر خطير. بينما غض البصر هنا عملية أيها الأحبة فيها صعوبة نوعا ما، ولكن ليست مستحيلة، والإنسان قد تغلبه نفسه. فأراد الله أن يخاطبنا بخطاب رحيم من خلال هذا النبي، قل للمؤمنين. فكلمة قل هنا لو أردنا أن نتفكر فيها نجد عشرات العبر لوجود كلمة قل
لنتذكر النبي ونتذكر أنه طبق هذه الآية. إذن نحن لدينا مثال عملي استطاع تطبيق هذه الآية. فإذن غض البصر ليس مستحيلا، قد يكون صعبا ولكن ليس مستحيلا. النبي طبق هذه الآية كما قلنا بنسبة 100%. طيب، قل للمؤمنين، إذن الكلمة الثانية للمؤمنين، لماذا لم يقل قل للناس أو يا أيها الناس؟ آيات كثيرة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آيات كثيرة. طيب لماذا هنا الخطاب للمؤمنين؟ أخي الحبيب، هنا القرآن يعلمك أسلوب الدعوة إلى الله. لو قال قل للناس، الناس فيهم البر والفاجر، فيهم الملحد، فيهم البوذي، فيهم الكافر، فيهم. طيب هؤلاء من الذي سيستجيب لغض البصر؟ المؤمن فقط. لماذا؟ لأنه يخاف من الله عز وجل، ولأنه يعلم أن أي أمر إلهي لابد أن يكون فيه فائدة له. إذن قل للمؤمنين، إذا قال قل للناس هذا خطأ، لأن المؤمن هو الذي سيستجيب، علمنا كيف نخاطب الناس. بينما يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يجب أن تبدأ مع المخالف لك، تأمره بالعبادة، توحيد، بعدم قتل النفس، بكذا، بأمور خطيرة يعني، يستجيب لك. تأمره أن يعترف أنه لا إله إلا الله أولا يعني. أما مواضيع غض البصر وهذه المواضيع المتعلقة بالعاطفة وغض البصر والسلوك اليومي والعادات اليومية، هذه لا يستجيب لها إلا المؤمن. لذلك عندما تريد أن تدعو شخص تنظر هل هو مؤمن، تقول له غض البصر. أما إذا كان غير مؤمن، ابدأ معه بدعوته، على الأقل عرفه أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني أسلوب تعليمي. إذن قل للمؤمنين، لا يجوز أن يقول قل للناس يغضوا من أبصارهم، لأن قضية غض البصر كما قلت لكم قضية حساسة، وهي سلوك يومي متكرر، وتحتاج إلى صبر وقوة تحمل، وتحتاج إلى معرفة الحكمة والمصلحة من ذلك، لكي أغض بصري عن قناعة، وليس مجرد افعل أو لا تفعل. لا، أنا مقتنع أن هذا الأمر ما دام صدر من الله إذن فيه خير وفيه مصلحة لي. وبالفعل أثبت العلماء هذه المصلحة خلال دراسات كثيرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا لم يقل يمتنعوا، يوقفوا، يبتعدوا، يجتنبوا؟ هناك كلمات كثيرة، لماذا استخدم هذه الكلمة يغضوا؟ طيب هذه الكلمة ما معنى غض؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. في القرآن الكريم في قصة سيدنا نوح، عندما أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، وجف هذا الماء تماما، ابتلعته الأرض وجف، ماذا قال تعالى؟ وغيض الماء، غيض أي جف. وكأن الله يريد أن يقول لك قل للمؤمنين يغضوا، يعني جفف أي فكرة تتعلق بالنظر إلى النساء بما حرم الله. يعني حتى فكرة تخطر ببالك ليس من الضروري أن تنظر هكذا أو تغض الطرف هكذا، بل أي فكرة تخطر في بالك جففها، جفاف، غض،
يغضوا من أبصارهم. لاحظتم هذه الكلمة أيها الأحبة أقوى بكثير من أن يقول يمتنع عن النظر أو يجتنب النظر أو قال يغضوا. وكأنك أمام بئر تنضح بالماء وجففتها وغيض الماء. فإذا الكلمة هنا عميقة جدا وتقول لك، لأن الإنسان أيها الأحبة قد يبصر بأذنه، هناك إنسان أعمى لا يرى. طب هذه الآية تنطبق؟ نعم تنطبق عليه، لأن الأذن أيضا تلتقط إشارات صوتية، ترددات صوتية، ويعالجها الدماغ في منطقة الإبصار أيضا. منطقة الإبصار تكون شغالة عند، تعمل يعني عند الأعمى. وبالتالي الإنسان قد يبصر ما حرم الله بأذنه. أحيانا واحد مكالمة على التليفون يثيره صوت معين، امرأة معينة، ومن دون أن ينظر لها يثار هذا الإنسان، ونفس الأضرار يتعرض لها على فكرة يعني. فإذا هنا يغض من أبصارهم، يعني جفف أي شيء له علاقة بكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، مجال هذا النساء وغير ذلك، والنظر إلى النساء بشهوة. طيب لماذا قال من أبصارهم؟ لم يقل يغض أبصارهم. لو قال يغض أبصارهم كارثة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يغض بصره تماما، لأنك أنت تنظر للقرآن مثلا، تنظر لمنظر جميل، تقرأ في كتاب، لا يستطيع إنسان أن يغض بصره. قال يغض من أبصارهم أي من الجزء المحرم. يعني أنت تبصر في اليوم 1000 صورة، من هذه 1000 صورة هناك 10 صور محرمة، إذن يغض من أبصارهم، من بعض أبصارهم، من هنا تسمى للتبعيض بعض البصر. طيب ومن أبصارهم يعني من الأشياء التي لا يرضاها الله. كل ما لا يرضي الله غض بصرك عنه، وأبقي بصرك على الأشياء التي ترضي الله عز وجل. إذن هنا كلمة من ضرورية، لا تستطيع حذفها من الآية، ستغير المعنى. يغض من أبصارهم. طيب لماذا لم يقل من أسماعهم أو من أعينهم أو من أنظارهم؟ لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا تجنبوا النظر لما حرم الله مثلا؟ ولكن هذا لو كان سيكون المعنى ضعيف جدا. سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. الإنسان قد ينظر ولكن لا يبصر، ربما تكون معادلة غريبة. يعني أنا أنظر الآن ولكن لا أبصر، كيف؟ طيب إنسان دخل إلى معرض وفيه رموز باللغة الصينية مثلا، ينظر إليها، هل نظر إليها؟ نعم نظر، ولكن هو لم يبصرها. عملية الإبصار هي أن تفهم الشيء الذي أمامك، ما تنظر إليه، وتترجمه في دماغك، وتتأثر وتستجيب له. إنسان قد تمر 1000 امرأة من أمامه، ينظر هو بشكل عام ولكن هو لا يبصر، لا يفكر ولا ينتبه ولا يأبه. لذلك قال يغض من أبصارهم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد ماذا يوجد في قلبك، ماذا يوجد في دماغك. يعني ليس المهم
أنك نظرت إلى كثير من الأشياء من حولك، هذا ليس مهم، المهم ما هو الشيء الذي تفاعلت معه وأبصرته واستجبت له، تأثرت به يعني، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بالفعل كانوا ينظرون إلى النبي ولكن لا يبصرون الحق، لا يرون الحق، مثل ملحدي اليوم، يقرأ القرآن ولكن لا يبصر الحق، هو ينظر ويقرأ ويستمع ولكنه لا يسمع، لا يتفاعل، لا يستجيب مع الحق. لذلك هنا كلمة يغض من أبصارهم، الله يأمرك أن تجفف أي فكرة قد تخطر ببالك، لأن القضية هنا أيها الأحبة، أحيانا إنسان يجلس كما أجلس أنا الآن وحيدا في مكان ما لا يوجد أحد، ثم يبدأ ويفكر بامرأة ما رآها مثلا، إذن هذا لم يغض بصره، مع العلم أن المرأة ذهبت وغابت، ولكن بصره الآن يتفاعل ويتذكر، فهذا الذي حرمه الله. رأيت أخي الحبيب دقة القرآن الكريم؟ لو قال لك لا ينظر، إذن أنا أمتنع عن النظر ولكن قد أفكر فيما بعد وأحلم وأثار وكذا كذا إلى آخره بتذكر مشاهد معينة. لذلك الآية أعمق بكثير عندما استخدم الله كلمة يغض من أبصارهم، فالبصر وضحتها لنا الآية الثانية، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن المشهد الذي تراه ولا تتفاعل معه ولا تنتبه له، أنت لا تبصره. يعني إنسان قد يكون مشغول الذهن، مثال آخر يعني، وتمر من أمامه وتسلم عليه وأحيانا يرد السلام وتذهب ثم تعود، فتقول له أنا مررت وسلمت عليك وقلت لك كذا كذا، يقول لك لا أنا لم أنتبه. إذا كان دماغه مشغول جدا في قضية مهمة أو خطيرة أو لديه هم كبير، لديه ابن ضاع منه مثلا، الدنيا لا يرى شيء، هو ينظر إليك ولكن لا يبصر. إذن هنا أمرك القرآن أن تغض من بصرك، ليس من عينك وليس من نظرك، من بصرك، يعني كل الأفكار التي في دماغك تجففها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا أيها الأحبة، كلمة يحفظوا، الحفظ، حفظ الشيء، يعني أنا أقول لك حافظ على ابنك مثلا، حافظ على سيارتك، حافظ، ما معنى ذلك؟ يعني يجب أن تبقى في حالة انتباه دائم. ويحفظوا فروجهم، هنا كلمة فروج كلمة عادية جدا أيها الأحبة، ليس فيها إثارة جنسية، ليس فيها إشارة جنسية أصلا، لأن هذه الكلمة عامة في اللغة العربية، والدليل أنها تستخدم في معاني متعددة، مثلا في قوله تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أي شقوق. إذن كلمة فروج هنا ليس لها علاقة بالمعنى الآخر في الآية الثانية.
فهنا القرآن يحرص على ألا يستخدم ألفاظ جنسية أبدا، لا يوجد فيه لفظ جنسي واحد في القرآن. الألفاظ الجنسية تجد أن لها معاني متعددة، لا ينحصر ذهنك ذهن القارئ على معنى واحد جنسي، لا، فتجد كل القرآن هكذا، هذا من إعجاز القرآن أيضا. طيب، لماذا رتب لنا غض البصر أولا ثم حفظ الفرج؟ يريد أن يقول لك الله سبحانه وتعالى أخطر شيء هو البصر، لأن أي عملية ارتكاب فاحشة أو عملية جنسية أو عملية هوى أو عشق أو إلى آخره، لابد أن تبدأ بالبصر. وكما قلت لك الأعمى يبصر، الأعمى يبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد تجد إنسان أعمى هو يبصر أكثر مما لديه أعين، وبالتالي يغض من أبصارهم أي عملية جنسية أو عملية فاحشة، لابد أن تبدأ بالبصر. فإذا أردت أن تحافظ على نفسك يجب أن تغض من بصرك، تجفف هذا المنبع الأفكار السيئة، النظرات السيئة، كل شيء حرمه الله تجففه، يغض من أبصارهم. ستتمكن من تطبيق الجزء الثاني من الآية ويحفظ فروجهم. طيب، هنا قلنا يعني أنا هنا الآية، لي القرآن ده كاملا ليس فيه افعل لا تفعل ولا تفكر، لا، في الإسلام لا يوجد هذا الشيء أيها الأحبة. وأنا تأملت كل تعاليم القرآن ومعظم تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، لم أجد أمرا واحدا أو نهيا واحدا إلا فيه حكمة واضحة. يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيها فائدة عظيمة للدماغ والقلب ونظام العمل الجسم بالكامل. ويحفظ فروجهم، عندما تحفظ نفسك من الزنا والفاحشة أنت تحفظ نفسك من الأمراض المنقولة جنسيا التي تفتك في الغرب اليوم، تحفظ نفسك من الفضائح، تحفظ نفسك من تضييع الوقت، تحفظ نفسك من كثير من الشرور، من إهدار المال، من إذن عملية حفظ شاملة. طيب، هنا لابد أن يعطيك الله أمرين. أولا أن يخبرك بفوائد هذا العمل لكي تقوم به عن قناعة، فقال ذلك أزكى لهم. أزكى لهم بالفعل أيها الأحبة، كل علماء النفس اليوم يقولون إن الامتناع عن النظر مثلا للمشاهد الإباحية أو للمرأة الفاتنة أو كذا أو كذا، هذه الأشياء فيه فوائد كثيرة تنعكس على حياتك الزوجية. معظم المشاكل الزوجية سببها عدم غض البصر. نحن عرضنا الكثير من الدراسات أيها الأحبة، ارجعوا للفيديوهات السابقة، غرف الدردشة على الإنترنت ساهمت في ملايين حالات الطلاق، العلاقات المحرمة خارج الزواج ساهمت في كثير من حالات الطلاق، مشاهدة الأفلام الرومانسية والأفلام هذه ساهمت في الكثير من حالات الطلاق. لذلك أنا أستطيع أن أقول لك أخي الحبيب، أي مشكلة بين زوجين لابد أن تجد سببا له علاقة بهذا الأمر، أنه لا يغض بصره. غض البصر أخي الحبيب، عندما تغض بصرك عن كل نساء الدنيا، طبعا قلنا فيما حرم الله، يعني
الإنسان لا يغض بصره عن أمه مثلا، لا، عن الأشياء المحرمة، وتركز كل انتباهك مع زوجتك، ستصبح زوجتك أجمل في نظرك، وستصبح حياتك الزوجية أكثر متعة. وهذه دراسات علمية أيها الأحبة، لا مجال الآن لذكرها وتواريخ ولكن كلها دراسات علمية. إذن ذلك أزكى لهم، إذن هذه فوائد كثيرة. أزكى الزكاة، لماذا سميت الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة هنا الحياة المطمئنة، الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة الخالية من الهموم، من الأمراض، من المشاكل، كل هذا من معاني أزكى لهم. وهذا ينطبق مع ما يقوله العلم الحديث. إذن أنا لماذا لا أستجيب لهذه الآية وأتمتع بحياة سعيدة؟ لماذا أنظر إلى هذه وتلك وهذا الفيلم وهذا المسلسل وهذا المقطع وأتأمل هذه وأنظر إلى هذه، ثم آتي آخر اليوم هذا الدماغ مشوش جدا وينعكس ذلك على الحياة الزوجية؟ لا، أنا أوفر كل هذا وأجعل أستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى لأحصل على حياة أكثر اطمئنانا وأكثر راحة وأكثر سعادة أيضا. حتى إن الذي ينظر كثيرا للنساء تجد أن متعته في يعني أثناء الزواج أقل. فإذا أخي الحبيب، الامتناع وغض البصر، أن تغض من بصرك عما حرم الله، هذه بحد ذاتها سعادة كبيرة. ولكن هذه الآية لم تنتهي هنا، لأن الإنسان قد يعني تقول له هذا العمل مفيد وكذا وكذا، ولكن لا يستجيب. هناك نفوس لا تستجيب إلا إذا راقبته، إلا ما دمت عليه قائما. لذلك ختمت الآية بماذا؟ إن الله خبير بما يصنعون. كاميرا إلهية مركبة فوقك. أنا أستطيع أن أهرب من كاميرات الدنيا ومن رقابة الدنيا وأخلو بنفسي، ولكن كيف سأهرب من مراقبة الله لي وهو معكم أينما كنتم؟ لا أستطيع. إن الله خبير بما يصنعون، وهنا إن فيها تأكيد، لم يقل والله، لا، إن الله، إن للتأكيد يؤكد لك، وقال لك خبير من الخبرة، خبير بدقائق الأمور، بكل فكرة قد تخطر ببالك، استخدم كلمة خبير، لأن الخبير أخي الحبيب إنسان يقول لك أنا خبير، يعني بخاصة في المحاكم، يعني يقول لك خبير بصمات، يعني هذا لديه مستوى عالي جدا من العلم، خبير. لذلك استخدم الله هذه الكلمة ليقول لك إن كل فكرة قد تخطر ببالك الله خبير بها. طب لماذا لم يقل إن الله خبير بما يعملون أو يفعلون أو ينظرون أو يشاهدون أو يبصرون؟ قال إن الله خبير بما يصنعون. هنا الكلمة يعني فعلا استوقفتني نوعا ما. يعني ما الفرق بين عمل وصنع؟ الصناعة أيها الأحبة تحتاج لتدبير وتحتاج لإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وتحتاج لمراحل. يعني أنت تقول هناك شركة صنعت هذه السيارة، لا تقول عملت
أو فعلت، لأن الإنسان قد يفعل شيئا هكذا مر من قربك، هذا عمل، شرب عمل، أكل. أما الصناعة تحتاج إلى مراحل، لذلك لا تظن أنك أيها الإنسان عندما تنظر لهذه المرأة وتخطط في دماغك وتفكر كيف ستتكلم معها وكيف ستفعل كذا وكيف وكيف إلى آخره لتصل إلى مثلا هذه الفاحشة لا قدر الله، هذه العملية أشبه بصناعة، أنت تقوم بالصناعة. لذلك إن الله خبير بما يصنعون. يعني عند طبعا أيها الأحبة، أي علاقة عاطفية تمر بمراحل كثيرة جدا، وتحتاج لجهد، تحتاج لكذب، تحتاج لخداع، تحتاج لإيهام، تحتاج أن تقنع هذه المرأة أنك تحبها مثلا، بينما أنت في داخلك هدف واحد هو هذه العملية الجنسية، تريد أن تحققها وتذهب فقط. فتخدع هذه المرأة وتقول لها أحبك وتقول لها كذا يعني إن الله خبير بما يصنعون. عمليات الصناعة، يعني انظر أخي الحبيب، يعني الدقة هنا سبحان الله. الله يريد أن يقول لك لا تظن أن الله غافل عن حتى ما تخطط له لتصنعه مع هذه المرأة، إن الله خبير بما يصنعون. لم يقل عليم، لأن العلم قد تظن أنه عام، قال خبير، لأن هذه أمور عميقة جدا ولا أحد يعلم بها. أحيانا إنسان ينظر إلى امرأة ويفكر ويحلم ويكون بقرب زوجته وأولاده وأهله وكذا، ولا أحد يعلم ماذا يفكر. لذلك قال إن الله خبير بما يصنعون، أخبرك أن هناك كاميرا إلهية مسلطة عليك، لا تستطيع أن تخطئ. انظر أخي الحبيب، نحن تأملنا آية من سطر واحد فقط، وأنا تكلمت بأمور سطحية جدا، يعني لم أدخل في أعماق هذه الآية. تخيل عظمة هذا الكتاب، ألا يحق لنا أن نفتخر به؟ ألا يحق لنا أن نعتز بانتمائنا لهذا الدين الحنيف؟ ألا يحق لنا أن نقول فعلا، أن نحمد الله وقل الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم، وأن نكون من الذين قال الله فيهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.